نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بزميلنا العزيز الناقد الرياضي محمد ديك للحديث عن الصحافه الرياضيه واقوال الصحافه الرياضيه النهارده. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن، ورحب بحضرتك وبالساده المشاهدين في كل مكان، وان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله وتبقى خطوه ان شاء الله نحو القمه ان شاء الله باذن الله ربنا. ان شاء الله الصحافه قالت ايه النهارده؟ النهارده يا كابتن زي ما حضرتك اتفضلت واتكرمت، ماتش مش صعب ومش سهل ان شاء الله، بالفكره ان النادي الاهلي بناء بيلاعب منافس قوي وخاصه عامل عبه. فكرة كمان النادي الاهلي بالنسبه له الثلاث نقاط النهارده هيبقوا مهمين جدا. صحيح. قبل فتره التوقف الدوليه زي ما حضرتك اتكلمت في الاستوديو الاول في الانترو، اتكلمت ان موجوده في بعض التركات الخفيفه في اداء النادي الاهلي بسبب الظروف اللي الناس كلها عارفاها، ضغط الماتشات والنادي الاهلي كبطل بينافس في كذا بطوله، فدي ان شاء الله تبقى فتره كاستراحه محارب للفتره اللي جايه ان شاء الله، يستعيد النادي الاهلي عافيته ويبدا فتره الاعداد من بدايه جديد. هو كان زي ما حضرتك اتكلمت ان الاهلي بدا على طول، دخل الاتحاد الافريقي زنقه في قصه انك انت تلعب مباراه السوبر الافريقي بالظبط وانت مش مهيئ بالظبط، انت ما كملتش فتره الاعداد بتاعت الكابتن، انت اتكلمت حتى فتره الاعداد في النمسا ما كملتش اسبوع، ما كملتش اسبوع بالظبط، حتى كان في ثلاث ماتشات وديه انت لعبت مباراه وديه واحده، فكانت بالنسبه لك الظروف صعبه. ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله يتخطى النهارده ماتش الجونه ويعتلي القمه ان شاء الله، ودي هتبقى بحد ذاتها انتصار جيد جدا انك انت بطل وحافظت على قمتك، الفتره اللي جايه تديك شويه هدوء تبدا يعني على زي ما بيقولوا كده على خطوه للي جاي للقادم. ولينا مباراه مؤجله بالزبط كمان بالظبط يا كابتن، لغايه دلوقتي كمان لسه ما اتحددتش. صحيح. فان شاء الله بمشيئه الرحمن النهارده تبقى بدايه قويه ان شاء الله باذن للقادم ان شاء الله ان شاء الله ربنا. النهارده كابتن الصحافه اتكلمت على فكره ان الظروف في الجونه بتبقى صعبه شويه. ممكن حضرتك زي ما حضرتك كمان اتكلمت وتابعنا في الاتوبيس للملعب، الهواء النهارده قليل شويه عن الايام العاديه، يعني أي. نسبه الرياح هتبقى خفيفه شويه، بس هو كابتن ظروف الملعب نفسه تاثيره الملعب نفسها قد تعيق النادي الاهلي على تطبيق الفكر بتاعه. احنا عارفين النادي الاهلي يحب يلعب باسنج شويه كتيره ويلعب احيانا الكره طوليه شويه للي جاي من الخلف من الخلف للامام، الملعب صغير وضيق، الملعب صغير فبيبقى برضه مش هيديك الحركه. صحيح. او الشكل اللي انت بتادي بيه. الحاجه الثانيه برضه يا كابتن في اي ماتشات الملعب بيبقى دعم للفريق صاحب الارض، ليه؟ أيوة. ان هو معتاد اللي هو يلعب عليه. صحيح. يمكن حضرتك والجمهور كولر اول مباراه ليه واول مواجهه رسميه ليه مع الجونه. مع الجونه. فاول ماتش هيلعبه هناك. ايوه. ممكن اللعيبه لعبت على الملعب دوت. صحيح. بس كولر او كابتن ميرسي كولر ما يعرفش الظروف بتاعت الملعب. فان شاء الله النهارده النادي الاهلي يتخطى الصعاب وتبقى بالنسبه له بدايه قويه ان شاء الله. ان شاء الله. هنا برضه في الاخبار بيتكلموا ان الاهلي كولر يحفز اللاعبين وعاشور من الشباك، هم مركزين شويه كابتن على فكره الكابتن امام عاشور. اداء امام الفتره الاخيره هو يعتبر رمانه الميزان مع زملائه في الملعب. بس هم مركزين حتى اللمسات بتاعته الفنيه بتبقى ثرو باسنج بتاعه على طول قدام الجول. وشفنا ان امام من الارقام المميزه ليه يا كابتن ان هو من اوائل صناع اللعب في مسابقه الدوري. صحيح. رغم الفتره الصغيره. صحيح. النادي الاهلي ما لعبش الاربع ماتشات وإمام كان فترة مصاب ومستبعد شوية من الإصابة، فمن الأرقام الكويسة المميزة لي إن هو الباسنج بتاعه تمريراته حاسمة. تمريراته حاسمة. مظبوط. الجمهورية العنوان بتاعها شوية كده من الحاجات اللي فيها سجع والحاجات. الأهلي يبحث عن الصدارة ويخشى من النتيجة غدارة. هو بيتكلموا إن الكابتن علاء عبد العال بيعرف يلعب قدام الأندية الكبيرة. صحيح. وليه ستايل معين في اللعب. صحيح. اللي هو إنك أنت تقفل دفاع، بتلعب دفاع منطقة محكم، ولو في هجمة مرتدة جت جول تمام، ما جاتش يبقى انا احافظ على النتيجه واطلع باقل الخسائر قدام النادي الاهلي. صحيح. بعديها في معانا الدستور منوهين على فكره اللقاءات بين الفرقتين. قالوا ان النادي الاهلي والجونه لعب 21 مباراه. النادي الاهلي حقق الفوز في 12 مباراه واتهزم ماتش واحد بس وتعادل 8 مباريات. فدي برضو من الحاجات اللي هي بتبين قوة النادي الأهلي وإن هو بيلعب مباراة قوية وبينافس قوي برضه فرقة الجونة. صحيح. إنك أنت تتعادل 8 ماتشات قدام النادي الأهلي ده رقم كبير. صحيح. في نتيجة لا تنسى بين النادي الأهلي والجونة. طبعا. الماتش الكاس 13-0. ماتش الكاس. أيوه بالظبط. ماتش الكاس اللي لما الجونة لعب بفريق أغلبه من الناشئين. بالظبط. بس دي في الآخر نتيجة محسوبة مكتوبة في سجلات التاريخ. مظبوط. إن النادي الأهلي حقق أكبر انتصار ليه في مسابقة الكاس مصر. صحيح. هنا يا كابتن زي ما قلت لحضرتك كولر يستكشف منافس جديد ان ده اول ماتش ليه قدام فرقه الجونه. ايوه. ان السنه اللي فاتت زي ما حضرتك اتكلمت ان الجونه كان هبط السنه اللي فاتت وصعد السنه دي لمسابقه الدوري، فاول ماتش ليه رسمي قدام مارسيل كولر. صحيح.
واول مباراه لمستر كولر على الملعب. على الملعب بالظبط. هنا الاهرام بتتكلم على الغيابات حضرتك النهارده، زي ما اتكلمت في فرقه كامله غايبه عن النادي الاهلي، سواء للاصابه او سواء للراحه او سواء لوجهه نظر الفنيه لمارسيل كولر. اللي بعده في الوطن بتقول ثلاث احلام للاهلي امام الجونه. الوطن يا كابتن ركزوا على اهداف النادي الاهلي من الماتش النهارده. كويس. اول حاجه البحث عن الصداره، انك انت النهارده ان شاء الله لو ربنا كرم النادي الاهلي بالثلاث نقاط هيبقى 15 نقطه، خمس ماتشات متتاليين فوز، هيبقى فارق بينك وبين بيراميدز الوسيط بالنسبه لك نقطتين، وانت لسه لك مباراه مؤجله. الحاجه الثانيه الاهلي بيحقق العلامه الكامله في خمس ماتشات، اللي هو حقق قبل كده الفوز في اربع ماتشات على الاسماعيلي والمقاولين والمصري وسيراميكا. صحيح. فلو حقق النهارده ان شاء الله يبقى كده الفوز الخامس ليه على التوالي. اخر حاجه يا كابتن اتكلمنا فيها فكره ان النادي الاهلي انتصاره النهارده هيدي له هدوء شويه قبل فتره التوقف. مظبوط. مستر كولر يريح اللعيبه، هو يرتاح شويه، ان هو كان في كلام ان هو هيسافر بعد الماتش. يبدا مرحله او فتره اعداد جديده. عندنا ماتشات مهمة المرحلة الجاية، داخل أول مباراة بعديها أفريقيا. بالظبط يا كابتن إن شاء الله دور المجموعات، تبقى أنت بتبدأ في مباريات أقوى من مرحلة الدوري. يعني الناس كلها بتتكلم عن الدوري، لا إحنا عندنا في دوري أبطال أفريقيا ثم مونديال. صح. كأس العالم للأندية ليها فلسفة وفكر تاني خالص. فبيختلف، فيبقى في عندك استعدادات، شكلها حتى الاستعداد نفسه بيبقى مختلف. صحيح. عن فكرة الاستعدادات للدوري. صح. هنا كابتن في رسالة خاصة من كولر، ده موقع كولر بلس، هو مارسيل كولر نشر النهارده يا كابتن، دي حاجة مميزة جدا مارسيل كولر إنسانيا بيتعامل ازاي داخل الفريق. نشر النهارده الصوره ليه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي مع الجهاز المعاون ليه، كابتن ماهر عبد العزيز وعبد الله محسب، وقال ان روح الفريق الجماعي هو السبب في النجاحات. صحيح. ودي حاجه زي ما قلت لحضرتك، هو مارسيل كولر بيعرف يتعامل نفسيا داخل الجهاز الفني سواء مع الاداريين او الجهاز الطبي او اللعيبه، وده سر نجاح منظومه النادي الاهلي، ان مفيش حد واحد بس هو اللي بيشتغل. مزبوط. والنادي الاهلي فوق الجميع زي ما بيتكلم، والاهم حاجه مصلحه الفريق. هنا كابتن القناه 24 بيتكلم عن ارقام مارسيل كولر، النهارده مارسيل كولر بيحتفل بعيد ميلاده. 63 النهارده. النهارده عيد ميلاده. بتقول ان مارسيل كولر في اول سنه ليه، الراجل اللي مش ناجح اللي الناس كلها بتتكلم عليه، بعض المحللين دمهم خفيف زي ما حضرتك اتكلمت فيهم، حقق خمس بطولات. بالظبط. يعني من الـ من الـ من الـ من الـ يعني الحاجات المضحكه اللي حضرتك اتكلمت فيها، فكره ان انا اطلع كمدرب ما عملتش حاجه في سجل حياتي التاريخ ده كذا واحد على فكره. بالظبط. مش واحد بس، يعني كذا واحد. بالظبط يا كابتن. وبتكلم على راجل جاي من دوري الماني ودوري سويسري وعمل اكتساحات مع منتخب النمسا، بعيد كمان على يعني مش مدرب فرق بس. مظبوط. مدرب نمسا عمل يعني منتخب رهيب وقدم منافسات قويه جدا. فاول سنه ليا كابتن نشوف ارقامه بقى، خد بطوله الدوري. صحيح. طبعا الاهلي كان غاب عنه التوفيق في موسمين سنتين. فانت رجعت وخدت الدوري بارقام مميزه. مزبوط. مش اللي هو مثلا خدت بطوله كده بالصدفه او باي لك زي ما بيقولوا. الحاجه الثانيه خدت بطوله كاس مصر وتاهلت نهائي كاس مصر السنه دي، السنه اللي فاتت. ايوه السنه اللي فاتت، لسه السنه اللي فاتت احنا لسه يعني الدوري بتاعنا المسابقه بتاعتنا فيها شويه كده لخبطه شويه. صحيح. وفي بعد كده كابتن خدت كاس السوبر. مزبوط. وخدت كاس مصر، وخدت البطوله الاهم بالنسبه لنا دوري ابطال افريقيا. مظبوط. واخد خمس بطولات. بالظبط. وتاهلت يا كابتن لنهائي كاس السوبر الافريقي، وكان عندنا زي ما حضرتك اتكلمت غياب واسباب خارج الملعب ادت لخسارتك البطوله دي هي. مظبوط. ووصلت لنهائي سيمي فاينال بطوله الدوري الافريقي في نسختها الجديده برغم الظروف والضغط الماتشات. صحيح. فاي عائل يتكلم يعني يكون يحط الارقام دي قدامه يعني. صحيح. فان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله يا كابتن. دي كان ابرز الحاجه النهارده في الصحافه. كان بيتكلم على فكره الظروف بتاعت ملعب الجونه، فكره استعاده الصداره، فكره البحث عن الفوز الخامس على التوالي للنادي الاهلي، فكره برضه ان دي اول مواجهه بين مارسيل كولر وعلاء عبد العال على ملعب الجونه. أيوة. يعني على ملعب الجونه تحديدا. والتوفيق ان شاء الله يا كابتن النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد، ونلتقي بك بعد المباراه ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا كابتن.